هاي كيفكم؟ ما بعرف ليش بعمل هيك لما احيي، بحاول اخلي حالي مستطيل. هلا بتعرف كيف كل حد صار عنده جفاف عاطفي جديد بسبب خطبة احمد وهيك؟ اجى اشي ينقذنا، دخلنا موسم اغاني جديد، في شخصين نزلوا اغاني حب. كيف اوصف؟ هلا بتسمعوها وبتفهموا علي كيف بتقلعطك بتخليك تكره الحب. اول شيء عندنا نورمار. هلا اللي حضر اخر فيديو عملته عن نورمار بيعرف اني ما بحب هذا الانسان بالمره، ما بحسه شخص كويس، بس الاغنيه تبعته كثير ناس عملوا لي منشن عليها انه عمر احكي عنها عشان كانه كثير سيئه. اللي بحبها ما في مثله وما في بجمالها. نا كيف بدي اتحمل للاخر؟ كيف كيف تحسوها زي الاغاني هاي تاعت شعراته ولا وهيك ما سيك نفس الاغاني الرومانس يلي بحبها ما في مثله وما في بجمالها. كانه عم بحاول يصير محمد رمضان، هو يا انه عم بهايط بدون سبب بس هيك بده يورجي الناس انه معه فلوس، يا اما بده يكون محمد رمضان الجديد. كمان اسم الاغنيه مافيا برو خليك بالتيك توك برو، خليك بالميلحه، خليك بالميلحه، خليك مع الجروب تبعك تلكم اعملوا فيديوهات ميلحه. بهمساتها وبحكياتها اخذت علي بحركاتها. شو اللي لابسه هاد؟ طلع كل حدا عم بيطلع، مو انه بيطلع انه واو في حدا عم بيصور ميوزك فيديو هون واو بدنا نبين فيه، لا عم بيطلعوا باستغراب. هذا الزلمه مستغرب جد انه شو اللي لابسه هالبني ادم؟ ليش لابس طرحه على راسه؟ تحسوها زي طرحه العروس صح؟ دقيقه هي نفس هاي نفسها. حبيبتي مافيا رومانسية، حبيبتي مافيا مافيا. لما نجيب محمد رمضان من kiss.com، محمد رمضان هيك من بدايته هيك عامل لحاله هيبة دايما هيك انه هيك انه نمبر 1 ابصر شو هيك انه زلمة هيبة زلمة خلص. طلع محمد رمضان بتعرف انه هيبة البني ادم هذا خلص، كل شيء لبسه فيديوهاته اغانيه هيك كل شيء بحاول يطلع حاله هيبة، فخلص احنا المتعارف عليه انه محمد رمضان هيبة. نورمار المتعارف عليه انه واحد بتميل على التيك توك، ليش بتحاول تصير محمد رمضان؟ مش ظابطة مش لابقة. بتلاحقني تغار علي حبيبتي مافيا. يعني انا دائما بحكي هاي الجمله انه مثلا انه اغنيه مغصتني وهيك، بس هاي الاغنيه جد مغصتني، او ممكن الشيء اللي اكلته قبل شوي يعني، بس انا جد حاليا معدتي انقلبت يعني جد. هسه باخذ خليها كمان صايب استعملها للشيء الثاني، رقم واحد مو رقم اثنين. والله ما بعمل رقم اثنين عليها، مش منطقي يعني رقم اثنين، عندي شويه مبادئ. طب ليش 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 مين فهمك انك تقدر تعمل اغاني؟ مين زي احمد نشيط مثلا، مين فهمه انه مغني؟ ليش تغني يعني؟ بدك تعمل اغنيه يوتيوب تعملها هيك انه اشي دخلوا فيك، اشي عشان متابعينك هيك عشان ينبسطوا المتابعين وهيك، بس يعني هاي مش اغنيه يوتيوب، هاي اغنيه انه انت مفكر حالك مغني. مافيا 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 يعني فهموني انتوا لما قعدتوا هيك صرتوا هيبه. هي لما هيك عملت وين الهيبه؟ وين فاهمين الهيبه غلط انتوا. مافيا وما هيك المافيا اشي هيبه، مافيا هيك انه تقرا هيك القصص تاعت المافيا هيك افلام المافيا بتشوف هيك انه ناس هيك هيبه بخوفه، بعدين بيطلع لك نور مر بغني مافيا. لو المافيا يعرفوا فيك ابصر شو جد ابصر شو بعمل، بخاف عليك والله جد بخاف عليك لو المافيا يشوفوا. حبيبتي مافيا 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 سيطرة كأنها بدها تحكم علي اشكره. خريت تردقت يا زلمه. طلعتي وفوتاتي بدها تخبر عن حياتي معرفتي ولا شو؟ مين كاتب الكلمات؟ مين؟ كيف كتبت الكلمات؟ أظن 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 أنا متأكد الأغنية خطرت له بالحمام، يعني مش مو مو إشي مش كويس يعني، معظم أفكار بتخطر له بالحمام، بس هو الفكرة خطرت له بالحمام أكيد، مبين عليه مش فكرة مدروسة كويس، بس زي ما حكيت لكم أول فيديو صح؟ هيك جرفته الحب، بالعادة الأغاني هيك بتخليك هيك إنه مان بدي حبيبة بدي بتيجي هاي الأغنية هيك تقول لك يعني انا لو كنت مصاحب وحده هسه كان تركتها بس سمعت هاي الاغنيه، كان خلص هيك قلت بديش بدي اضل لحالي طول حياتي. تعبر قلبي هالمجنونه هي وعلاتها. انا بدي افهم شو خطر بباله، شو خطر بباله لما هيك انه كان قاعد هيك حكى اجتني فكره اعمل اغنيه زي محمد رمضان واسميها مافيا كمان بس تكون اسوأ بكثير كثير كثير لدرجه انها ما بتنسمع. بس تعرفوا اصلا انه ذكاء تعمل اغنيه مش كويسه، انه يا اما تعمل اغنيه كتير كويسه لدرجه انه جد انه تشهرك، يا اما تعمل اغنيه كتير سيئه لدرجه انه تشهرك، زي مثلا شيماء، قد ما هي سيئه انتشرت، فاظن هو عم بيعمل نفس الشيء، هو عم بيعمل يعني هو بده يعمل اغنيه سيئه بالعمد. حبيبتي مافيا لما تجيب جيش يحتل كوكب زمرد هيك بكون لابسين فستان وعلى الجيش، كيف ليه؟
ما حد بحكي له لبسك مش حلو. بتعرف شو المشكلة؟ المشكلة الواحد لما ينشهر كتير تلاقوا أصحابه خلص ببطلوا يحكوا له آرائهم الجد، بصيروا يسلكوا معه خلص إنه آه ياس وعيك حلوة مان، ضلك عملنا منشن على الانستغرام خلينا ننشهر. حبيبتي مافيا رومانسية، حبيبتي مافيا. ليش مركب محمد رمضان؟ ليش؟ بسم الله لو أنا محمد رمضان كان رفعت عليه قضية. انتم مفكرين عم ببالغ عشان ما بحب الانسان هذا، بس والله ما عم ببالغ. تخيلوا انا محمد رمضان، ماشي بعرف انه صعب شوي انه محمد رمضان، بعدين انا تخيلوا معي ماشي، انا بتعب كثير على صورتي قدام الناس انه انا هيبه وابصر شو غنية حلوه بيجي واحد اسمه نور مار بتمالح على تيك توك، نزل اغنيه صار يركب مافيا مافيا من عندي، انا حيخرب سمعتي، مش حلوه بحقي. لون عيونها سحرت قلبي ونستني حالي. يعني هو ما اكتفى بانه يسمعك صوته العادي وخليك ما تطيق حالك، لا حكى بدي اسوي راب كمان، عشان هيك ازيدك من الشعر بيت هيك، خذ كمان. صافي لها باحساسي، حطيتها براسي، صارت من اغلى ناسي، دايما في بالي. البنت اللي ورا اقنعوها انها حتطلع بالاغنيه، فهي انه ماشي وراه هو بضل يغطي عليها. طلع ترى المجنونه يلي سرت نوم الليالي، دون عيونها سحرت قلبي، حاولت تبدل راسها عشان تبين راح غطي عليها. دايما في بالي، دايما في بالي المجنونه يلي سرت. حرام حرام، ترى البنت حلوه عادي خلوها تبين، مش ليش بتغطي عليها نور؟ ليش دايما في بالي، دايما في بالي حبيبتي مافيا. تخيل معي، تخيل اوكي، اعطيك سيناريو، انت انسان بيشتغل عليك دراسه كثير، مش طايق حالك، تصحى من النوم مش طايق حالك، وبوقت فراغك بتقرر تفتح يوتيوب عشان هيك انه ترفه عن نفسك، بعدين يطلع لك هذا الشيء دايما في بالي حبيبتي مافيا. ومنستغرب ليش الناس بطل تحضر يوتيوب. اخي والله لو مكانكم ما برضى ينحط اسمي بال، مش عمل فني بفتخر فيه هذا. لا اوكي خلصنا اول اغنيه الحمد لله، اغنيه بتكرهك بالحب، ابدعت صراحه نورمال، عمل فني متعوب عليه كثير. هو ربنا الله اسمه التصوير حلو، يعني التصوير حلو هيك وابصر شو انه الفيديو متعوب عليه، تصوير ولوكيشنز حلوه، الاماكن اللي صور فيها نايس، يعني حتى الممثله اللي اختاروها حلوه والاشخاص هيك انه مبين انه شيء حلو متعوب عليه، بس الشيء الوحيد اللي مش متعوب عليه الاغنيه. عادي يعني معظم الاغاني ما بكون متعوب على الاغنيه، بكون متعوب على الشغلات الثانيه. فهلا بدنا نشوف اغنيه سعد زغلول. هلا سعد صاحبي وكل شيء، بس هو فاجانا بهذا العمل الفني. يعني هلا لو ما بتعرف شو القصه، زغلول كان مكرش على بنت، البنت بتكون مركز ثاني ملكة جمال لبنان، ما شوف انه كثير. المهم راح احمد عمل مقلب فيه، جاب له اياها على كافيه. الشخص الطبيعي بتتوقع انه خلص يعني بطل يلحق هاي البنت، صح؟ بعد ما صار في شيء هالقد محرج مع البنت هيك تتوقع يبطل يلحقها خلص، انه يتخبى يحاول ما تشوفه كمان مره بحياتها عشان، صح؟ لكن لا، زغلول قرر يلحق هاي البنت زياده، يعني نزل فيديو سببها رحت على دكتور نفسي، انك قريب عليها بدون ما تفهمها انك معجبه، وراح سافر على لبنان عشان يدور عنها. بتعرفوا هلا فكرت بالموضوع، يعني انه احنا اصحابه شو اللي صار هسه؟ اعمل لايك للفيديو عشان اشتري كرسي جديد، الكرسي تبعي ما انا كل شوي بحكي لكم اعمل لايك عشان اشتري شيء، فاتح قناه تبرعات. يعني احنا اصحابه، وبالعاده يعني لما شاب صاحبك يكون متخرفن هالقد ببنت لازم شوي حدا نصحى. راح زغلول عمل اغنيه لها اسمها وينك يا يارا، خلينا نسمعها. وينك يا يارا يا الله، من اولها بحكي لكم نو يعني زغلول انت حبيبي وكل شيء، بس حلو حلو ما بعرف لو هيك كان قصده، بس انه ماشي بالشارع بتطلع لفوق بتطلع على الاشارات مشان الله اعطيني اشاره، انه تعطي اشاره شارع لو هيك قصده بتطلع بضحك صراحه. نايس حجزت تيكت للطياره. يعني بدي احكي انه عم بحاول يقلد الاخرس، مش ظابطة يا أخي، خايف أحكي إنه بقلد الأخرس، الأخرس يزعل. وينك يا يارا، وينك يا يارا، وينك يا يارا. يعني عشان صاحبي جاي على بالي أحكي إنه الأغنية أحسن من تاعت نور مار. شوف هم التنتين سيئين، بديش أجامل حد سيئين، وأبا ما في نغمة حلوة. وينك يا يارا، وينك يا يارا، يعني زي الأغنية اللي قبلها بتخليك تقرف في الحب. يعني زغلول على اليوتيوب محتوى كوميدي ونور مار محتوى مالحة، في فرق. حب الحب ما بيعرف عدل، شي بالقلب ما بيعرف عقل، ما بيعرف لغة وما بيعرف دين. واو نايس، حلو الصراحة حلو. يعني نور مر بأغنيته هو اللي عمل راب، بس هون في حدا عم يعمل راب وهيك معطي جو صعب. نايس وينك يا يارا، وينك يا يارا، وينك يا يارا. ايش عم بعمل؟ ايش هاد؟ ايش
زغلول ايش بتعمل؟ نور مر بالفيديو تبعه ركب لامبورغيني، زغلول عربية مطار. في فرق واضح بالبادجت صح؟ ما اعطيكم رايي ماشي. اوكي حيكون اشي معقد اللي بحكي ماشي. هلا شو الفرق بين الحركة تكون كيوت رومانسية ولا تكون اشي هيك انه كريبي وبخوف؟ هلا لما يكون هيك انه في شب وبنت انه بتحسوا انه عادي انه لطيفين مع بعض وهيك انه في ممكن في احتمالية انه يحبوا بعض وهيك، بعدين يروح يعملها اغنية بيطلع اشي كيوت ورومانسي وهيك انه واو هيك، بس لما تكون البنت شافته بمقلب احمد وهو طلع بسواد وجهه وهيك حبيبنا زغلول، بعدين يروح على لبنان يدور عنها، بعدين يروح يعملها اغنية رومانسية، بتحسوا انه موضوع شوي صار انه بتعرفوا فاهمين علي انه يعني انت تخيل انه في شاب لحقك على لبنان وعمل لك اغنية، عادي انت يدوب بتعرفه، هي شوي غريبة عشان شاب اللي بلحقك، لا وصلت الفكرة صح؟ اسمعوا في ايجابيات لنور مر، في ايجابيات لسعد زغلول ماشي، ما ححكي انه هاي احسن من هاي وهي. الاثنين حاولوا قد ما بيقدروا يعملوا عمل فني وما زبط معهم للاسف. نايس يعني الاغنيتين ساعدوني اتقبل انه عندي جفاف عاطفي هذا يعني اغنيه زغلول مع انه اسمها وينك يا يارا، ما اتوقع حدا مصاحب بنت اسمها يارا يهديها اياها، عرفتوا لهالدرجه هي سيئه. اوكي خلاص بكفي خلاص، هذا كان الفيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم. اعمل لايك.